كوكو، السلام عليكم لأي واحد كيشوف لاشين ديالي. معكم جوجي شان. اليوم اختاريت نديرلكم أسهل وصفة للحمام، وما تمشيش سورتو الحمام بلا بيها. دونك شنو غنحتاجو؟ مكونات سهلة وبسيطة جدا. وقبل ما نبدا، ما كرهت أي واحد يشوف لافيديو ديالي يديرلي دي لايك وسبسكرايب فلاشين كوم سيوصلو أي جديد. دونك كيف شفتو، غنحتاجو الحنة وغنحتاجو خلطة ديال العشوب، كتكون متوفرة عند العطار. كنحتاجو دي بوتيت بوات صغار جدا، الثمن ديالهم درهم ونصف. اختارو اللون او الشكل اللي بغينا، وبيان سور كنختارو صابون البلدي وما ورد. وبالنسبة للبابونج والمورد اللي شفتوه في الفوتو، حتى هما من المميزات ديالهم انهم كيرخيو لوطوغ وكيعطيو واحد الشحنة ايجابية لوطوغ. دونك شنو غنديرو؟ غنغليوهم في واحد الكاسخول بالماء، الماء ديال العادي ديال الروبيني، وداك الماء اللي كنحصلو عليه كناخدو معنا حتى هو الحمام. دونك نرجعو للوصفة. الحنة اللي خديناها كناخدو منها واحد الملعقة كبيرة، كنزيدو معها العشوب اللي في اللون الأخضر حتى هما. أبخي نديرهم في اون بوتيت فوات اللي كنا ديجا خديناها، نزيدو عليهم صابون البلدي، وبيان سور تخلطو بالماء ديال الورد اللي خديناه حتى هو. دونك كنخلطو هاد المكونات كاملين، وهاد التبريمة خصها تكون أساسية لأي حمام. صراحة مكونات سهلة جدا جدا جدا، والحمد لله تكلفة قليلة ورخيصة. دونك ناخدو الحنة والخليط ديال العشوب المخلطة والمطحونة، كيعطيونا هاد النتيجة. هو خليط أخضر، هذه الملعقه ديال صابون البلدي اللي كنرجعوها ولا نضيفوها على الخليط الاول. كيجي خليط عادي دونك متماسك شي شويه، كنطلقوه بالماء ورد. هنا كنحسو بلي الخليط متماسك، دونك باش نطلقوه خاصنا نضيفو واحد الملعقة الى ملعقتين ديال ماء ورد. بيان سور ما نسوش السائل ديال الماء المقطر اللي استنتجناه من البابونج وما ورد. كان ايطاليو الخلطة لتوت لي بارتي ديال لوطوغ، من بعد كنخليوها واحد 5 مينوت حتى لدي مينوت، وندوزو بواحد الكيس. وإلى هنا نكون ساليت لافيديو. مور الحمام بيان سور كتحلى غير كليزا مع كويس ديال اتاي. باي باي، إلى فيديو آخر.